¿A dónde sales? Es from Guatemala. ¿Qué es lo que va? ¿Qué es lo que va? كيف؟ انا مخنوق هذا صاي كيف هو ها شو هو كيف خلاص ليه كيف لو واحد قايم منو بحيث شو هو معليش عمو جيت انت بعيد خلاص اطلع ايش بيك انت قصدت عليك لا هنا هنا حدا قصاد سيف واحد شنو هو ما انا تحب تشيلنا الكل معاك ريت انا ابيع بالليل ولا خذ كيف معي ولا وي انا خذ كيف معي يبقى انا بتخش عليه صح اخي مرة بعوض في الليل ها سيب منك الريخة هذيها بدي اشخوي سيب عليك دوني اخي تحب الدباني تبع ما تحبش وتعرف سيني داركم تمشيلها صح بالله ترى انت قلت كيف زلطة شنية تحس شنية مربوح شنية يحب يقلع يحب طب ننسى كيف زلطة معناها ينسى يحب يقلع يروح اه بيعرف اه بيعرف كيف يعرف المانيا كان انت اخويا غرمت في الاستاذ اي نورمال انت تحطني في الليل نورمال مخدرات مخدرات انا نورمال مخ قد تنطق يا ابو طق مش شيء شيء ما تجيش انت ترى ما عادش بدي ما عادش كون كستوري ليه؟ كزغلي صاحبك يا ليه السيب عليك من الدومين هذا يا رام اختار شكون؟ اختك من الدومين هذا صاحبي كيف صح روحك فيه؟ خوك انا نظيف انا محسوب حسسني يا عمرك لكي ما تاخذوش بالمثل هاو فنان مثلا وغزل له هاو فنان الشعب بعيد على الدومين بتاعك كان عيني يولي هيك هاو فنان يعمل في معازف ويعمل والله البكرة يا ودي يا ودي يا سيح ما تكلم اخوي شنو اخوي عنده اخوي سويس مش بسوس في البيت هادي تونس كي يوصل هو اخوي يولي خلي على كرتاج وانت شوف شو وصل عندك اخوي لحاب لحاب ان شاء الله لحاب لحاب لا 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 ما عاد ينجم ينجم خلص سوى فنان لحاب يزني نكمي انا باش نبدا نغني مع انا وانا يعطينا ولي يعطينا خلي واحد يقرب يعطينا يعطينا فرصه صغيره كيف خلينا نقدر فرصه صغيره ايش تحب يعطينا مقطع من الاغنيه انت شو ليلي ليلي يا عيني شبيكم تبصروا الكاميرا الله هيا الولاد تحلقوا معي لا هيا لحظة خلينا نكمل الغنية شنو تخلينا اصبر ربيع اصبر لحظة روح لا تعمل كيف ماما هيا برا برا يوسف فين برا ما عادش وقت عليك وقت برا يا دي رامي لوجه عليك دار عاودها بالليل اللي بندوك في الفلاتوزه 10000 كاش 10000 تعمل برويطه بالله محمد خلينا نحكي معاه شويه 10000 تعمل برويطه قد مخ شويه تعمل برويطه 10000 تعمل برويطه شكون اللي شنو هي فيها بدل الموضوع يا كاكي شوف صاحبنا هذه قالك مسير حلوه قالك شوف شنو اللي حب في الدوله دكتور ربي عليه دكتور ربي ان ايه يا بيه
معنا علاش تل ابيب تل ابيب صحيح انا شجعت تل ابيب انا شجعت تل ابيب قلت له كاش مشجعتهاش قلت انا عارف هذا الدربي الاخراني وخذ يتبرد فرست فيه ما تمشيش بالعاطفه فرست فيه الدربي الاخراني لا هو يشجع انا مش امور كيف تقول معناتها مش انا كيفك راني ملي حليت عيني تنفس فيها الكليوبر وانا ملي حل انا في درجه بطلع الكليوبر بس طلع عليها والله اما شنو مجهورة حالة شباب الدربي الاخرين مجهورة حالة زي مو اسماني الضغط من الشيمة الضغط في وسط الستار الضغط من البيت الواحد راهو برشا والإدارة راهو كتاب ذكيك راهو يكرهوها قصوى من الجمعيات قصوى من الجامعة قصوى من بالله شنو هي راه من الصورة قاعدين تحكيو عليها تو مش كنت نفس الكلوب نحب الكلوب انت من صغير نحب الكلوب اي ويحب يحكي على الكلوب نحب الكلوب اما مش معناتها الدرجة هذه معناها انا ما عندي ما ربح منها الكلوب عشق الكلوب وكاو ما عندي ما ربح منها الكلوب انا صحيح نحبها من اللي انا صغير وما تعجب جمعيتي اما زاد ما همش هما اللي بيشكاونوا لي مستقبلي صحيح صحيح اللي حبيت نفسره لك هذاك عليه معناتها زايد نحكيو على الموضوع هذا عنده حب والله نبداو نحكيو وهذا نحب تل لبيب وما نحبش تل لبيب ربحت ولا خسرت مكشخة شنو رابح ربحت ولا رخ ولا خسرت لبيب شنو رابح اكثر حاجه عشان في الدنيا اخرى اكثر حضرتك حاجه في الدنيا اول مفيده تفرش فيها ياسر كسوله ما كنت تحيه كل شيء ياسر والله ولا كسوله والله الحمد لله مشيش تفرش واحد عادي تفرش واحد غادي في واحد وحشين خلينا نتفرج واحد عادي مش كل تحيه واكثر نسبه مشاهده راه يصير واضح الشعب توصل حد كان على شيء غريب حتى هذا زيد سامحني تفرش سامحني تفرش بعد تنقد لحظه ما تنساش اولاد مفيده اولاد مفيده كممثل ما عندكش انت معناتها حاجه كي مثلا يبدا ممثل معناتها ممثل قاعد يمثلك في الواقع هو ماهوش قاعد معناتها مش قاعد يفضل يلعب في الواقع نمشي معاه ويسافر في البلاد هذاك نعم في الواقع فما احترام فما تلقى حسابك انه راهو باش يفرجوا فيه عائله شنو هي تلقى حسابك خويا عائله لحظه هذيك مش معناتها شنو هي تهبط لي معناتها العائله تنجم تتفرج سامحني فما حتى موضوع سيب شفاش فيه كله عريف دعارة وزنين انت شوف دعارة عادي انا مسلسل تيفا مساعد انت شوف دعارة بيها كله دعارة شوف بس عليك لحظة عندك تليكومات في يدك بدأ ما تفرش كوشت نعم اخي فرش فيه قد فرش فيه لقدات معاينة خلف بس يبقى تفرش فيه هو فرش فيه لقدات معاينة فيه عشان ميشي شو خلف فرش ماشي لش قطلك لقدات شو خلف فرش فيه شعتي راي نجمع في رأيي طب هاي عندك حق تعطي رأيك ما بوش تقول لي معناتها راهو تفرج بعد تنقد راهو نتفرج وما نتفرجش عجبك خويا تفرج ما عجبكش ما تفرجش زايدة معناتها